الشهادة رغم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. حرب الاستنزاف أو حرب الألف يوم كما أطلق عليها بعض الإسرائيليون، كانت هذه الحرب طويلة وشاقة، وهي لا تقل عسكرياً عن أي جولة من جولات الصراع العربي الإسرائيلي، بل تعد أطول جولة في تاريخ هذا الصراع. وبين مساء 9 يونيو من عام 67 وظهر 6 أكتوبر عام 1973، كانت الملحمة الكبرى لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية وإدارة الصراع السياسي على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة الدول العربية لدول المواجهة أثناء مؤتمر القمة العربية في الخرطوم. فخلال 3.5 سنوات خاض الجيش المصري أروع ملاحم بطولاته. وتضمنت هذه الحرب 3 مراحل رئيسية، هي مرحلة الصمود، ثم مرحلة المواجهة والدفاع، وأخيراً مرحلة الردع والحسم. فوضعت القيادة السياسية جملة من الأهداف لتجاوز النكسة تتمثل في إعادة بناء القوات المسلحة وإعادة الثقة للجنود في أنفسهم وفي قادتهم، وإعادة الضبط والربط، وإعادة تدريب القوات وتنظيم الوحدات. كانت البداية في الأول من يوليو عام 67 بما يعرف بمعركة رأس العش، مروراً بإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، وتلتها معارك القوات الجوية والمدفعية والقوات الخاصة. لما نيجي نتكلم، إحنا في الحرب 67 احنا خسرنا كل سلاح الجو بتاعنا تقريبا، احنا خسرنا 80% من القوات الجوية والقوات عموما على الارض. ولكن بالدعم الجزائري اللي بسرعة استطعنا يوم 14 و15 يوليو، اي بعد 40 يوم من المعركة، أن تقوم عملية تقوم بها القوات الجوية بقيادة الفريق مدكور أبو العز، اللي استطاع أن هو يضرب جميع مناطق التمركز في شرق القناة، لأن هو ضرب مدفعية في الجنوب فاتجهت القوات الإسرائيلية في اتجاه الجنوب، فهو ابتدى يضرب التمركزات في اتجاه الشمال بواسطة القوات الجوية. طبعا هنقول القوات الجويه جت لنا منين؟ حدث دعم جزائري خلال تلك الفتره. يعني في هذا الموضوع نقول باللي الجيش الجزائري ادى المهمه نتاعو على اكمل وجه، والدليل ان ما نالش منا العدو الصهيوني، ما نالش منا ولو كانوا يحلموا بهذا حمدان، هذا اللي كان يهضر في الاذاعه، باش يحلموا جندي جزائري ويعرضوه في التلفزيون ويقولوا الشعب المصري ها واللي كنت استنجد بها ما عندنا اسره. لكن احنا كنا خاضين هذه الاحتياطات. ومن جهات اخرى فيما يخص الميدان التقني، كانوا الجزائريين في ذاك الوقت يعني كان عندهم اللاسلكي، كانت يعني الاحتياطات اللي هي يعني ضروريه في المعركه كانت كلها استعملت، وكانت بقناعه. يعني كان الامل تاعنا الوحيد كان اللي هما في قناة السويس، لانه ما رحلوش من قناة السويس، قرار الرحيل جاء فيما بعد. ولهذا اللي كنا نحافظ من جهه على سكان قناه السويس، ومن جهه واحده اخرى نحافظ لانها معركه مكشوفه، احنا قدام النساء، قدام الاطفال، الناس اللي ما يشوفكش من العمارات يشوفون الفيلا، وشعب مثقف، شعب متخلق، يشوفوا بلاجيمال، يشوفوا تحركات الجنود الجزائريين، يعني يتبعوها خطوه بخطوه، بالك احرص منا احنا. ولهذا اللي كنا حريصين يعني باش ما تكونش عندنا ملاحظات ربما تسجل، ولا ربما تكون لهم هما الإخوان المصريين ربما يشوفون احنا ربما يعني ترخينا في المعركة. من اليوم اللي كنا ثم حتى نهار اللي انسحبنا، دليل ليلة الانسحاب يبان لي اللي المصريين ما رقدوش.
يبان لي باللي تو يعني ما حبوش يعني هذا الجيش الجزائري اللي خدم يعني بإخلاص وخدم بنظافة وخدم باسم الله أكبر، يعني راح يخلي الفرق أكيد. وإحنا كنا نتذكر كي قالوا ربما عملية الانسحاب راح نمشي ربما القمة تفيد منين وبدينا، كنا نتذكر قلنا وإخواننا المصريين دروك كيفاش نخليهم هذو السكان اللي معنا يعني وتكرموا علينا بالشيء اللي كان إحنا ما محتاجين ولا شيء، ولكن إذا كرمت الكريمة ملكته يعني ملكونا. وإحنا كنا نواصل في المعركة كي جات القوات المصرية طمنينا باللي المنطقة خليناها آمنة وخليناها في يد آمنة، ولا هذا اللي كان يعزو علينا باش نخرج من قناة السويس في وإحنا ما زالت المعركة ما انتهاش. هذا ما عرفت أقوله في هذا. قدرنا نستعيد الثقة بينا، والقوات المسلحة بقت تتدرب تدرب غير منقطع النظير، وقعدنا نتدرب سنين لغاية ما قربت الحالة اللي احنا قربنا نحارب فيها. حصل خداع استراتيجي يعني ما حصلش يمكن في التاريخ، لدرجة اسرائيل واحنا نفسينا ما كناش مصدقين ان احنا هنحارب. مش هقول لك اسرائيل، لا احنا يعني احنا كطيارين وبتاع ما كناش مصدقين، ولو ان احنا بنتدرب على الاهداف اللي احنا هنضربها وعلى المناطق بتاعت المظلات اللي هتحمي الطائرات المقاتله القاذفه دي، كل ده اتدربنا عليه بالثانيه. واخد بالك ازاي؟ يعني بيقول لك ساعه سين. ساعه سين يعني ايه؟ ساعه سين دي اللي انت بتاخدها بتبقى فوق الهدف. يعني يقول لك ساعه سين مثلا الساعه 10 و5، يبقى 10 و5 انت هتكون فوق الهدف بتضرب. بتحسبها ازاي؟ بترجع لورا، واخد بالك؟ هتروح الطياره الساعه كام؟ هتدور في قد كام دقيقه؟ هتعمل تاكسينج على الارض بكام دقيقه؟ الاقلاع هياخد كام دقيقه؟ المشوار هياخد كام دقيقه؟ واخد بالك ازاي؟ وتزوده على ساعه وتنقصه من ساعه سين. كنا في الاغرب في اللواء الاول هذا، كان احنا الشاف ديطا مهجور هو الملازم الاول احمد قايد صالح، واليوم فريق تاع الجزائر. كانت عندنا الاخر البريمير باتري كيما نقولوا احنا، الكاتبه الاولى كان حاكمها كحيلي علي، الكاتبه الثانيه كان حاكمها منام رابح ومعاه محي الدين، والكاتبة تاع 152 عيار 152 يعني أكبر سلاح اللي عندنا هو العيار 152، كان حاكمها العرج عبد القادر راهو لحد الآن موجود حي. كنا يوم اللي كانوا الكسادة على الأخرى على الضربة هذه، كان جويه يعني وقت 7:30 تاع الصباح، كان عندنا فوش الاستطلاع عطانا الإشارة الخضراء كما نقولوا احنا، قال باللي المدفعية تاع الإسرائيل اللي في ذمتنا يعني مقابلتنا قال كلها راهي مرتفعة. كان الملازم الأول سي أحمد قايد صالح الفريق اليوم يشوف الاتجاه الإسرائيلي، يعني يشوف الجهة المقابلة. أول ما تكلم قال لك يعني كما نقولوا احنا البياسة الأولى والثانية الثالثة الرابعة انطلاق في المظل لازم تضربوا. بدأ الضرب من الساعة جويه في ساعتين ونص ثلاثة هكذا، ما نجمش مدقق على نفسي قد بدأ الضرب حتى الساعة 8 تاع الليل أو 8:30 هكذا يحبس الضرب. إشارات اللي عندنا كما قال لك السيد قبيلة النار هذه اللي شعلت، حنا الشيء اللي عندنا في الخريطة تاعنا وهو موقع يحطوا فيه البترول تاعهم والفكاير، وكاين موقع مخزن السلاح مخزن الذخيرة والسلاح هما اللي تحرقوا. يعني الفريق تاعنا يعني ساهم يعني بقدر كبير يعني من الحرب تاع قذف اسرائيل. احنا كنا نتلقوا يعني الاوامر من القاده المصريين، ولكن التنفيذ احنا ننفذوا، احنا تنفيذ الرمايه والملاحظه احنا اللي نديرها، احنا نديروا الملاحظه والمدفعيه ميدان تقوم بالرمي. يعني عده مرات ضربنا تل السلام، ضربنا سمعت جانا ونورات تل السلام بالمدفعيه تاعنا. بالنسبة للمشاركة
الطيران الجزائري الفتي اللي عمره كله 5 سنوات أكثر ولا أقل، أقل من 5 سنوات. فالقوى الموجودة أنذاك هو أولا سرب ميج 17 تكون من 12 طائرة ومن نوع الجديد، سرب قاذفات ال 28 هي المعروفة في هذاك الوقت كطائرة للقنبلة، وسرب ثالث اللي هو ميج 21 من نوع جديد اللي استلمناه جديد فيه 16 طائرة. هذه يعني الوحدة الجوية اللي ترأستها في وإحنا في مصر. يبقى وصلنا إلى القاهرة يوم 7 جوان. لماذا؟ لأننا ما قدرناش لظروف جوية غير مناسبة في طرابلس، اضطرنا أننا ننحرف إلى تونس، ولذلك يعني كان المفروض نوصل يوم 6، ولأسباب ولظروف جوية فوصلنا يوم 7. في يوم 7 قلنا باللي فيه إيقاف القتال، وقعدنا هناك وحضرنا في، كنا ساكنين في جوبري في مصر الجديدة في الأوتيل جوبري يسميه، وحضرنا كيفاش الشعب المصري لما بعد خطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الله يرحمه، كيفاش الشعب المصري خرج للشارع يهتف بحياته و يعني بقوة، يعني وكأن في مصر فيه ملايين. أصدرت القوة والقادة المصريين تعليمات بمناوشات وضرب القوات الإسرائيلية بل استفزازها، وبدأت الأخرى المدفعية نتاعنا تقترب يوميا بالتراشق مع القوات الأخرى الإسرائيلية، ونقدر نقول من هذا اليوم بدأت بما يسمى حرب الاستنزاف الحقيقية ما بين القوات الأخرى الإسرائيلية والقوات العربية، واستعملت هنا كل صنوف الأسلحة بما فيها الطيران والمدفعية والدبابات. ونظرا ثاني لتمركز الوحدات نتاعنا اللي هي من قمة فايد وفايد وبوسلطان، أصبحت وحدات المغاوير المصريين يعبروا تحت غطاء القوات الجزائرية المتمركزة في هذه المنطقة، وخاصة الفيلق 39 اللي كان يقوده المرحوم النقيب موسى سكوم، وأصبحت المعارك هنا على أشدها. وحتى في العودة لما يعودوا ظافرين ببعض الأسرى الإسرائيليين من منطقة السلام والنقطة 171، كانوا كذلك في الحقيقة تلقى ترحيب بهم والتشجيع من الوحدات نتاعنا اللي هي كانت دائما غطاء لهم في الذهاب وكذلك الأخرى في العودة. وهنا ثاني كذلك أشير، وصل إلى جبهة قائد الجيش الثاني الميداني، وبعد ما ظهر كامل الجبهة كامل قدم التشكرات نتاعو للقوات الأخرى الجزائرية والدفاعات في الحقيقة الأخرى الأرضية، واللي سقطنا وهذا هنا باش ما بين قوسين في 15 جويلية سقطنا الوحدات نتاعنا الميدانية، سقطت 3 طائرات من نوع سكاي هوك وميراج في يوم 8 مارس. سنجدت الأخرى إسرائيل بالطائرة بدون طيار لرصد وتصحيح المدفعي، وهذه لأول مرة نشاهدها في الحقيقة، وهي تجوب البحيرة المرة الكبرى الصغرى وجنوبا وشمالا، واستطاعت باش ترصد القطعة الأولى اللي كان يقودها ملازم أول كويشي رشيد، واستطاعت في الحقيقة باش تدمر هذه القطعة، وسجد لنا 3 منهم بوفيدة منهم عمار خولفية. هذا الشهداء الأولي ضبط من الطيارة تاع إسرائيل 3 شهداء، والمرة الأخرى نفس الشيء هجوم طيارة نص إسرائيلي قتلنا 13 شهيد
فيهم ملازم وباقيين مع رتب مختلفة هكذا 13 واحد. يعني اللواء تاعنا هو نال أكبر يعني أكبر شهداء في الجيش يخص يعني المعارك المصرية هذيك. اللواء سادس هو اللي نال أكبر الشهداء. قام الرئيس الراحل هواري بوميدين بزيارة إلى موسكو بالاتحاد السوفيتي خلال شهر نوفمبر من عام 1973، ووضع مبلغ 200 مليون دولار داخل حساب مصر وسوريا بالاتحاد السوفيتي، وذلك ثمناً لأي ذخيرة أو أسلحة تحتاج لها مصر وسوريا. وهكذا تم شراء الطائرات والعتاد اللازم، ومن ثم إرساله مباشرة إلى الجبهتين المصرية والسورية. ولم يغادر الرئيس بوميدين موسكو حتى اطمأن على وصول الأسلحة والمعدات المطلوبة إلى القوات المقاتلة على الجبهة. طبعاً أنا مش قادر أوصف أو أتكلم على طبيعة العلاقات المصرية الجزائرية، لا، دي علاقات وطيدة من سنوات، من سنين. شعب الجزائر والشعب المصري، يكفي أن ثورة الجزائر يعني اندمج الدم المصري بالدم الجزائري في ملحمة ثورة الجزائر. لو هتكلم، مش قادر أوصف أو مش قادر أتكلم على حاجات كتيرة، إيه ولا إيه. هبدأ بالملحمة التاريخية اللي كانت شعب الجزائر والقيادة السياسية في هذا التوقيت من شعب الجزائر الشقيق والحبيب اللي أنا ليا لهم محبة ومعزة خاصة، يعني إن وقفت يعني أخوة العرب معانا في حرب 73. ويمكن الرئيس السادات الراحل أكد على دور الجزائر في هذا التوقيت، وأكد على دور الرئيس هواري بوميدين لما أرسل وزير خارجيته في هذا التوقيت الرئيس بوتفليقة، وسافر روسيا وأكد على السلاح الروسي أنه يجي مصر في حرب أكتوبر، وكان لهم دور كبير في حرب أكتوبر. الرئيس هواري بوميدين بقى ابتدى يعرف إيه هي المطالب للجيش المصري لإعادة بناء الجيش المصري. طلب من روسيا سلاح، روسيا طلبت مبالغ طائلة، لأن احنا في الفترة دي ما كانش عندنا اللي احنا نقدر ندفعه لإعادة تسليح الجيش. سافر الرئيس هواري بوميدين إلى روسيا ومتاع الفلوس كتيرة، قال لهم كل اللي ما يطلبه الجيش المصري يتم توريده للجيش المصري، وشيك على بياض حطوا المبالغ اللي انتم عايزينها. هواري بوميدين برضو هنا زي ما بقول انه يعلم انه تعلم في مصر وتخرج من مصر ليكون رئيسا لجمهورية الجزائر. طيب جالنا السلاح اللي من روسيا بعد ما تعاقد الرئيس هواري بوميدين على السلاح. حرب اكتوبر المجيدة، اذ استطاعت القوات المسلحة المصرية بقلب موازين القوى العالمية في إحدى جولات الصراع العربي الإسرائيلي، حيث خططت القيادتان المصرية والسورية لمهاجمة إسرائيل على جبهتين في وقت واحد بهدف استعادة شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان. وكانت الخطة تعتمد على مفاجأة إسرائيل بهجوم من كلا الجبهتين المصرية والسورية، وخداع أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية من أجل استرداد الأرض التي احتلتها إسرائيل بالقوة بهجوم موحد مفاجئ في 6 أكتوبر 1973، الذي وافق 10 من رمضان وعيد الغفران اليهودي. وبدأت مصر الحرب بضربة جوية تشكلت من 222 طائرة مقاتلة عبرت قناة السويس، استهدفت محطات الشوشرة والإعاقة في أم خشيب وأم مرجم ومطار المليز ومطارات أخرى،
ومحطات الرادار وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة. وبعدها بخمس دقائق قامت أكثر من 2000 قطعة مدفعية وهون ولواء صواريخ بقصف مركز لمدة 53 دقيقة في عملية تمهيد نيراني من أقوى عمليات التمهيد النيراني في التاريخ. وفي الساعة 22 دقيقة أتمت المدفعية القصفة الأولى لمدة 15 دقيقة. وفي توقيت القصفة الثانية بدأت موجات العبور الأولى من المشاة في القوارب الخشبية والمطاطية. ومع تدفق موجات العبور بفاصل 15 دقيقة لكل موجة وحتى الساعة 4:30 مساءً تم عبور 8 موجات من المشاة، وأصبح لدى القوات المصرية على الشاطئ الشرقي للقناة 5 رؤوس كباري. ومع عبور موجات المشاة كانت قوات سلاح المهندسين تقوم بفتح ثغرات في الساتر الترابي لخط بارليف. وحين فتح الثغرات قامت وحدات الكباري بإنزالها وتركيبها في خلال 6 إلى 9 ساعات. وفي خلال الظلام تمت عملية العبور حتى أكملت 80,000 مقاتل مشاة و800 دبابة ومدرعة ومئات المدافع. بدأت الحرب، ابتدت الجزائر لابد أن تبعت دعم آخر. بدأت تبعت الفيلق الثامن من عندها، اللي هو أولا القوات اللي هي بدأت تحركها، مدفعية ودبابات ومشاة وقوات جوية. وبدأت تحرك هذه القوات، خدت خلال الفترة بتاعتها حوالي 13 يوم إلى أن تصل إلى مصر. خدت 13 يوم، قطعت 4000 كيلو برا، مرورا بتونس ومرورا بليبيا إلى أن وصلت إلى مصر وابتدت تتوجه هذه القوات. مدونا بقوات بما في المشاه بما يقرب من 2115 عسكري، 2115 جندي، والصف الضباط حوالي 258 أو 254 رقم بالضبط، بس عدت 200، و198 ضابط بيقودهم القوات الجزائرية في مصر. ادتنا 3 فوق دبابات، 3 فوق دبابات يعني هم بالنسبة لنا اسمها بتسمى سرير دبابات، بس هم بيسموها الفوق، بقوة 96 دبابة. 96 دبابة بتساوي في مصر كتيبة دبابات، انما عندهم بتسمى الفوق. بعت كمان زي ما بقول انه بعت فوق مدفعية. الفوق المدفعية عبارة عن 12 قطعة، 12 قطعة ديت بتساوي بالنسبة لنا في مصر سرير مدفعية. القوة المتحركة، القوات المتحركة 2 اللي هي المجنزرات، 32 مجنزرة اللي بتعمل مع قوات المشاة. بعت مدفعية من طه حوالي برضو فوق بيساوي 16 قطعة مدفعية. 16 قطعة مدفعية بتساوي هنا تقريبا كتيبة دفاع جو، كتيبة مدفعية دفاع جو. طيب ببتدى يبعت لنا حوالي 50 طائرة، الخمسين طائرة ديت بقت ما بين وما بين طائرات السخوي. السخوي بعت منها 2 سرب سخوي، 2 سرب سخوي وسرب طائرات 21 اللي احنا كنا بنستخدمها هنا، وسرب 17 ميج 17. يبقى أنا عندي ميج 21 سرب، ميج 17 سرب، 2 سرب سخوي 7 اللي هو طائرة هجوم متوسطة المدى. أول ما تلقينا الخبر في عن العبور كانت بالنسبة لنا هي محو هزيمة 67، فكان يعني بالخصوص عبور خط بارليف الذي لا يهزم قد اقتحمت القوات المصرية، فكان انتصار عظيم
بالنسبة للأمة العربية كلها. أنا القادة بس اللي أعرفه، أنا عرفت قبليها بأقل من 24 ساعة. بعد كده ما اديتش تعليمات للناس خالص. احنا طوارئ وكل الطوارئ موجودين ومقسمينهم اربعات فينجر فورز، يعني اربعات. احنا مهمتنا ايه؟ دفاع جوي، بنحمي طيارات المقاتلات القصفة وعلاوة على القوات الارضية اللي بتعدي الخنال، وبنعمل مظلة في منطقة متحددة لينا. انا كنت في بني سويف، بيني وبين القناة كتير، خدت تعليمات من القيادة من أروح غرفة عمليات متقدمة اللي هي كانت في أنشاص عشان أتابع الطيارات بتاعتي اللي هي عاملة مظلة اللي هي بتحمي المولد اللي قلت لك عليه ده. أنا قاعد في غرفة عمليات وجنبي قاعد بتاع الدفاع الجوي اللي هو طبعا المدفعية والصواريخ والحاجات دي كلها عشان ننسق التعاون. انت عارف المنطقة منطقة محددة فيها طيارات معادية وطيارات صديقة، النهاردة مين اللي هيتعامل معاهم، المدفعية والصواريخ ولا انا كطيارة؟ هنا بيحصل التنسيق بيني وبين الراجل اللي قاعد جنبي معاه، يقولي لا اتعامل انت معاهم انا هخرج بره، او لا اخرج انت بره وانا هتعامل معاهم. هنا التنسيق، واخد بالك ازاي؟ ونجحنا في هذا الموضوع بنسبة 100%، لدرجة ان بعد العمليات جم قادة عسكريين من انحاء العالم يشوفوا ايه اللي حصل ده، ازاي نجحت العملية دي عندنا. لان انت عندك، ما عرفش تعلم هذا ولا لا، في المناورات بتاع حلف الأطلنطي والحاجات دي كلها بيحصل النهارده مناورات بالذخيره الحيه، واخد بالك، بتدمر طيارات وعددها كبير جدا بنيران صديقه نتيجه تنسيق التعاون ده، بيبقى في لخبطه فيه. فهم جم عشان يشوفوا ازاي احنا نجحنا في هذا الموضوع بس، ورجع طياراتنا. والحقيقة الحمد لله ما حصلش خسائر، يعني نسبة الخسائر يمكن 4-5%، ورجع طياراتنا سليمة. دي الضربة الأولانية اللي هي كانت بواقع 220 طيارة، ضربت كل الأهداف اللي في سيناء كلها ورجعت. والضربة التانية ما عملناهاش، بقت طلعات كده معينة، واخد بال حضرتك ازاي؟ كانش ليها لازمه، ولذلك سموها ايه؟ حرب الست ساعات، مش زي حرب الست ايام اللي كانوا بيقولوا عليها. ده باختصار يعني. الخبر تلقيته وانا في الطريق، لانه بعد الفطور جاء امر انه التحق باللواء الثامن، التحقت باللواء الثامن، والصبح بكره اخذت قياده الفوج المدفعيه واتجهت في اتجاه مصر. بالنسبة لحرب أكتوبر 73، فأنا متمركز في بنغازي، طيران جزائري قسم متمركزين في بنغازي بطلب من القيادة الليبية لحماية، للقيام بحماية جوية منطقة بنغازي سرت. بنغازي سرت. فلما سمعنا بالخبر فكلنا يعني فرحنا وقلنا خلاص إن شاء الله نسافر. في نفس اليوم بعد الظهر السرب الأول جاهز، وأنا مع على رأس السرب، قلعنا من مطار بنغازي ونزلنا في مطار تبرق اللي كانت ليبيا وضعتها تحت تصرف القيادة المصرية. فبتنا في تبرق غدوة، هذاك يوم الثاني جاء الأمر بالسماح بالدخول، دخلنا
ونزلنا في قاعدة جاناكليس جنوب اسكندرية. هناك طيب قفنا تمام للقيام بتغيير لون الطائرات، طائرات سبق الطائرات لون طائرات ب لاكوكارد المصريه وحتى اللباس. ومن جاناكليس واد باتجاه وادي قينا في قاعده قينا هذيك اول سرب. بعد اول سرب اسراب الاخرى جايه من الجزائر، وعملنا قاعده بنغازي قاعده خلفيه بالنسبه للجبهة المصرية وبالنسبة للمؤخرة نتاعنا اللي يجي تيار الأسراب اللي يجي من الجزائر توقف في بنغازي تحضر روحها إلى مواصلة. فالسرب الثاني الحق اللي وصلنا للقاهرة يوم 7 جاناكليس، يوم 7 يومين بعد السرب الثاني حطيناه في غرب في كوموشيم غرب الأهرامات، غرب الأهرامات. والسرب الثالث جاء 3 أيام بعد حطيناه في حلوان. وآخر سرب وصل يوم 13 هو سوخوي، حطيناه في بلبيس. أربع أسراب. وأنا شخصيا مع قائد القوات الجوية المصرية معاه في قيادة في قيادة الأركان في مدينة نصر تحت الأرض، نقوم بزيارة الوحدات بتمركز الأسراب الأربعة. تعتبر القوة الجزائرية المشاركة في الجبهة المصرية الأولى بالنسبة لباقي البلدان العربية اللي ساهموا في الحرب. وهل الأسراب هذه مجموعهم 50 طيارة، 55 طيار. في طلعة من طلعات سوخوي من بلبيس باتجاه الجبهة، بأن طيار صادق بالمبارك هو قائد سرب السوخوي فوق القناة تمست الطائرة تاعو شعلت فيها النار، ففضل أنه يجيبها النار شعلة حتى البلبيس ونزل. بمجرد ما أهبط خرج من الطيارة وهبط وابتعد عن الطيارة، الطيارة انفجرت. هذه المدة هذه كلها بعد الوحدات نتاعنا ندمجوا مع الطيارين المصريين. ف من وادي قينا طلعوا لقويسنا بدلوهم. هذه امور داخليه لقياده الجبهه كيفاش تنقل الوحدات من وحده الى اخرى. دونك هذا بالنسبه الى بقيت ثم حتى شهر جانفيي يناير دخلت للجزائر لمهمه اخرى. الرحله كان أمر التحرك يوم 10 أكتوبر 1973. أول فوج تحرك من تلغمة يوم 12/10/73. استمرت المسيرة، قمنا بمسيرة كبرى استمرت 13 يوم، مسافة 4000 كيلومتر بمعدل 300 كيلومتر في اليوم. كانت يعني الاتجاه تلاغمة مدينة بسة ثم قفص، يعني هذه المدن الكبرى قابسة، قابس، طرابلس، بنغازي، السلوم، العالمين، القاهرة. والقاهرة هاي ستيب كان معسكر احتليناه، وثم بقينا بالاستعدادات. اولا تغيير الطلاء تاع المعدات، لان كانت لهنا المعده تاعنا الطلاء اخضر والتم الطلاء اصفر حسب لون الرمال، فغير الطلاء. ثم قمنا ببعض التصليحات
إصلاحات ومعدات، لأنه مسافة 4000 كيلومتر فيها أخطاء فيها عطل، فقعدنا تما فيها كسب تقريبا مدة أسبوع، صلحنا ما يعني ما تعطل، ثم وصلنا إلى منطقة تجمع يوم 24 أكتوبر، يوم 24 أكتوبر، ثم انتقلنا إلى منطقة الانتظار ليلة 31 أكتوبر، ثم احتلال خط الدفاع 6 نوفمبر 73، لأن أخذنا المواقع، ثم 6 نوفمبر 73 احتلينا قطاع الدفاع، وكان قطاع الدفاع ضمن اللواء النسق الأول للفرقة الرابعة المدرعة للجيش الثالث، وكانت الجبهة حوالي 30 كيلومتر، هذه مسافة يعني كبيرة بالنسبة للمعدة تاعنا، احتلال 30 كيلومتر، كانت لنا يعني مشقة كبيرة لصد الثغار. هذه بصفة عامة، وكانت المسافة ما بيننا وبين اليهود تقريبا 800 متر، كنا على مدى الرمي تاع البنادق، مش يعني المدافع، على مدى رمي البنادق. واحتلينا هذا المنطقة لمدة شهرين أو 3 أشهر، وكانت مهمة تاع اللواء خطة نا شامل واحد، كنا تسمى هذيك الخطة شامل، لأن كنا الوقت هذاك الوقت مازلنا في اشتباك مع الإسرائيليين، الدفاع ضمن النسق الأول للفرقة الرابعة عن قطاع الارتفاعات جبل أم كتيب واد أبو طلحة والطبقة الزلطية، هذا هو خط الدفاع. التشكيل القتالي كان كتيبة 9 مشاة ميكانيكية، الكتيبة 10 دبابات، والكتيبة الثانية. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دببت، والاحتياط كان الكتيبة 4، الكتيبة 4 دبابات ناقص سارية.
هذه المدة الأولى. ثم مهام تغيرت، عملية شامل معدل، عمل شامل واحد معدل، إسناد هجوم القوات المصرية في حالة ما إذا كان يعني القوات المصرية راح تصفي الجيب ذاك اللي داروا شارون. كانت مهام لواء احتلال والتمسك بجبل عرة، الطبقة الزلطية، التمسك التام بقطاع الدفاع وتدمير أي عدو مظلي. كان خايفين يعني إذا كان القوات المصرية مشات الهجوم الإسرائيليين يديروا إنزال جوي، فكانت مهمتنا هو أنه نعس إذا كان فيها إنزال جوي ندمر. ونجحت مصر وسوريا في تحقيق النصر، حيث تم اختراق خط بارليف خلال 6 ساعات فقط من بداية المعركة، وأوقعت القوات المصرية خسائر كبيرة في القوات الجوية الإسرائيلية، ومنعت القوات الإسرائيلية من استخدام أنابيب النابالم، كما حطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وأجبرت إسرائيل على التخلي عن العديد من أهدافها مع سوريا ومصر، كما تم استرداد قناة السويس وجزء من سيناء في مصر والقنيطرة في سوريا. خاض الجيش المصري أشرس المعارك مع العدو في سيناء، وسطرت فيها العسكرية المصرية أروع وأعظم ملامح القتال العسكري بالأسلحة المشتركة، وضحى خلال معاركها العديد من الشهداء والقادة بأرواحهم من أجل تحرير الأرض.